خطوره. خطا 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 فادح، خطا فادح. ما فهمتش انا هو من صفوف فريق النادي القنيطري. هذه محاولة الحصرية خطيرة، فرصة جول ونضرب خطأ جانبية داودي وياسين بيساطي. ياسين بيساطي برجل اليسرى، داودي برجل اليمنى، ياسين بيساطي هو اللي كان في وتدخل الحارس محمد بوعميرة. ترجع الكرة جماهير، وبالتالي مكاينش نهائيا اي صراع، خروج على النص. ضربة خطا الان سفيان طلال يخلي المهمة لجلال داودي، يرفع كرته داخل منطقة الجزاء. تسجيل عبد الحفيظ لارتقاء جلال الداودي يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة. بطل في البطولة الوطنية، لعب نهائي السوبر الافريقية وكأس الأفرو الآسيوية، كأس افريقيا الأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الكاف عام 2006. يبت النتيجة تتناسب مع تاريخه في هذه المباراة أمام الكبير حسنية أكادير بقيادة عبد الهادي السكيوي. الكرة ثابتة داودي وباقي رفاق للاستغلال، كرة ثابتة لحسنية أكادير، الكرة تسدد. لاعب مهدي أوبيلا يسجل الهدف الأول للحسنية، ودقيقة بعد ذلك يعود